بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 23 الخاص بتقنية الـ ASP.NET Core. في هذا الدرس سنناقش Passing Data to View in ASP.NET Core MVC. أنا محمد إماد عرفة. في هذا الدرس راح نتعرف على كيفية إرسال البيانات للفيو عن طريق اللي هو الكنترولر. فعليا في عندي ثلاث طرق. أول طريقة بإمكانك أنك تستخدم الفيو داتا أو الفيو باج أو السترونجلي تايبد فيو. للتوضيح، الفيو داتا والفيو باج كلاهما بنعرفه اللي هو loosely typed view. رح نعرف شو يعني loosely typed view. الآن في هذا الدرس رح نناقش اللي هي أول طريقة واللي هي فعليا الفيو داتا. الآن لو بروح مباشر عندي على الابليكيشن اللي اشتغلنا عليه خلال الدروس السابقة اللي هو البروجكت اللي اسمه employee management، ومباشرة رح أروح بداخل عندي هنا اللي هو الهوم كنترولر، وبالتحديد ضمن اللي هو details action method كان فعليا في عندي اللي هو model واللي هو من نوع employee. فبالتالي أنا عندي هذا اللي هو model object من نوع خلينا نحكي employee، بتقوم فعليا بإرساله إلى الفيو اللي هي ضمن الهوم فولدر ضمن اللي هو الديتيلز. أوكي، فبالتالي خلينا نشوف كيف بإمكاننا إنه نستخدم عندي هون اللي هو الفيو داتا. الآن بكل بساطة راح أروح مباشرة عندي هون وأنادي اللي هو الفيو داتا زي ما احنا فعليا شايفين، وهنا طبعا راح اقوم مباشره باعطائها عندي هنا اللي هو الكي. الان ما هي الفيو داتا؟ الفيو داتا هي بكل بساطه عباره عن ديكشنري. الان الديكشنري وهو من نوع خلينا نجي نحكي بنسميه ويكلي تايبد اوبجكت، فعليا هو بيستخدم الكيز حتى انه يخزن فعليا اللي هو عمليا اللي هو الداتا، وطبعا بيقوم فعليا باسترجاع ايضا البيانات عن طريق اللي هو الكي. خلينا نشوف هذا الامر بشكل مبسط. الان راح اروح مباشره عندي هون ضمن الامبلوي مانجمنت عمليا وبروجكت، وضمن عندي هون الفيو داتا راح اقوم بوضع عندي مثلا الكي. لو بدي اجي احكي مثلا عندي هون الكي اسمه اللي هو امبلوي، اوكي، ومباشره راح اقوم بتخزين عندي هون اللي هو الفاليو. طبعا الفاليو راح اقوم بارسال عندي هون اللي هو الموديل، فبالتالي تم تخزين عندي هذا الموديل اللي هو من نوع employee object بداخل هذا الكي اللي هو من نوع string اللي هو كemployee. الآن حتى استرجع البيانات فلا بد اني اعمل access على هذا الكي اللي اسمه employee. الآن ايضا بامكانك انك تخزن على سبيل المثال اللي هو خلينا نحكي مثلا البيج تايتل. لو بدنا نيجي نحكي ومباشره راح نكتب عندي هون اللي هو بيج تايتل، وراح اقوم عندي هون بوضع التايتل اللي انا بدي اياه. فعلى سبيل المثال بامكانك انك تيجي تحكي اللي هو employee details. اوكي، الان بعد هيك مباشره راح اقوم باستخدام عندي التو كيز الموجودين عندي هون، وحتى اني اقوم فعليا ب استرجاع البيانات بداخل عندي خلينا نحكي اللي هو الديتيلز فيو. فبالتالي اذا اول عمليا ديكشنري راح اقوم باسترجاعه اللي هو الامبلوي، فبالتالي راح استخدم عندي هون اللي هو الامبلوي حتى اني اقوم باسترجاع الموديل خلينا نجي نحكي اللي بيحمل فعليا الداتا. الان لو بروح مباشره عندي هون ضمن الديتيلز الموجوده، والان خلينا نيجي مباشره عندي هنا نعدل عندي هنا اللي هو التايتل الموجود. فأول شيء راح أقوم أنا فعليا بعمله إن أنا لو بدي أعرض الداتا اللي هي البيج تايتل، فعلى سبيل المثال راح أقوم الآن عندي هنا طبعا ضمن الفيو إحنا نعرف إنه في عندي هنا اللي هو ما يعرف بإفريزر، والريزر هو فعليا سبورت اللي هو HTML وسي شارب. حتى إني أقدر أعمل أكسس على هاي الفيو داتا واللي هي فعليا ديكشنري، لابد من إني أقوم بكتابة كود سي شارب هون. حتى أعمل اللي هو سويتش ما بين HTML وسي شارب راح أستخدم عندي هذا الرمز اللي هو add كسيمبل، وبعد هيك مباشرة راح انادي عندي هون اللي هو الفيو داتا، ومباشرة راح اعمل اكسس على اللي هو الكي اللي انا قمت بكتابته واللي هو موجود ضمن الهوم كنترولر واللي اسمه بيج تايتل. فبالتالي راح اقوم بوضع عندي هون اللي هو البيج تايتل. الان انا فعليا انا قمت بتخزين عندي هون اللي هو سترينج بداخل هذا الكي، فبالتالي ما في داعي انك تعمل اي عملية تحويل بداخله. اوكي، الان بعد ذلك انا بدي اقوم بعرض معلومات خلينا نجي نحكي اللي هو خلينا نحكي الموظف، تمام. فبالتالي اللي هو اللي بيحمل خلينا نحكي الرقم واحد في هاي الحاله اللي هو خلينا نجي نحكي من ناحيه اللي هو النيم، ومن ناحيه خلينا نجي نحكي ايضا اللي هو الايميل والديبارتمنت. فبالتالي لابد من ان اقوم بكتابه عندي هون اللي هو كود سي شارب. الان ممكن يكون كود السي شارب موجود على عمليا لو بدي اعرفه طبعا ضمن فاريبل
او ممكن يكون خلينا نحكي كود السي شارب موجود على اكثر من لاين، فبالتالي لابد انك تقوم بكتابه اللي هو البلوك سي شارب. وحتى تقوم بكتابه البلوك سي شارب بامكانك بكل بساطه تعمل عندي هون اللي هو ات وتفتح عندي هون اللي هو البليسز الموجودين عندي هون. الان انا بدي اقوم مباشره باسترجاع عندي اللي هو الامبلوي، تمام، اللي هو الموجود عندي هون عن طريق اللي هو بتعمل اكسس على هذا الامبلوي كي، تمام، من اجل ان اقوم باسترجاع عندي هون اللي هو الموديل. فبالتالي راح اجي عندي هنا مباشره راح اقوم بتخزين هاي البيانات اللي راح ترجع معي ضمن عندي هون اللي هو الامبلوي فاريبل. بعد هيك راح اجي احكي له عندي هون اللي هو الفيو داتا، راح يعمل اكسس على هذا الكي اللي اتفقنا عليه واللي اسمه فعليا امبلوي، وراح ارجع عندي هون اللي هو البيانات. الان احنا بنعرف انه الموديل هو فعليا من نوع اللي هو امبلوي، فبالتالي انا بحاجه لاني ارجع واحكي له انه هاي الداتا اللي راح ترجع معي هي من نوع اللي هو employee. فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو employee management dot عندي هون اللي هو models، وحنعرف انه جوا models في عندي class، هذا الكلاس اسمه اللي هو employee. اوكي تمام. الان بعد هيك مباشره انا بحاجه الان لاني اقوم باسترجاع عندي اللي هو مبدئيا اللي هو النيم، فممكن نحط عندي هون اللي هو ليبل الان حتى اقوم بعمل سويتشنج واقوم بقراءه عندي هذا الامبلوي اوبجكت. فبالتالي بكل بساطه راح اقوم بكتابه عندي هون اللي هو ات ونادي هذا الامبلوي، ومباشره راح اعرض عندي هون اللي هو النيم. اوكي وايضا بعد ذلك بامكانك انك تقوم بعرض على سبيل المثال اللي هو الايميل، فلو أجينا كتبنا كليبل عندي هون اللي هو إيميل، ورح نيجي نكتب عندي هون اللي هو الامبلوي دوت عندي هون اللي هو إيميل. أوكي كذلك الأمر بالنسبة عندي هنا للديبارتمنت، ممكن هون نقوم بكتابة ديبارتمنت، ورح نيجي الآن نحكي عندي هون اللي هو الامبلوي دوت عندي ديبارتمنت. اوكي الان مباشره راح نيجي الان نعمل سيف، وخلينا نروح مباشره نعمل عندي هون اللي هو رننج للابلكيشن ونشوف فعليا الابلكيشن شو اللي راح يعطيني اياه. الان لو نيجي نضغط الان على كنترول و اف 5 ومباشره راح اروح الان على اللي هو الهوم، وبعد ذلك راح اروح على عندي هنا على الديتيلز. اوكي زي ما احنا فعليا شايفين عندي هنا عندي اللي هو الديتيلز اكشن ميثود، فبالتالي ضمن عندي هون الهوم بدي اعمل اكسس على اللي هو الديتيلز. لاحظ انه مباشره عرض لي البيج تايتل اللي هي فعليا امبلوي ديتيلز، وايضا عندي هون اللي هو النيم اللي هي عباره عن ماري، وهذا هو الانتيت عمليا الايميل اللي هو mary@progemtech.com، وهذا هو الديبارتمنت اللي هو فعليا الاتش ار. الان السؤال اللي بيطرح نفسه شو يعني لوزلي، زي ما احنا ذكرنا عندي هون اللي هي فعليا لوزلي تايب دي فيو، سواء كانت فيو داتا او فيو باك. الان بكل بساطه لو بتلاحظ انه فعليا ضمن هاي الفيو لغايه الان هاي الفيو هي مش عارفه شو نوع البيانات اللي راح يرجع عمليا. ليه؟ لانه بنعمل ديتكشنز لها، تمام، ات رننج تايم وليس ات كومبايل تايم. فبالتالي الان لو فعليا خربطت باسم عمليا هذا الكي اللي هو مثلا خليته امبلوي 1 وعملت بيلد الابلكيشن راح يعطيني اللي هو بيلد سكسيد، فبالتالي هاي تعتبر من الدروباك، وهي هي سيئه خلينا نجي نحكي الفيو داتا انه ما بنعمل لها ديتكشنز للتايب الا ات رننج تايم. كذلك ايضا نو كومبايل تايم على التايب checking. يعني انا مثلا عندي هون عمالي باجي بحكي له التايب اتعامل معه employee، تمام، الان لو خربطت انا فعليا ووضعت اي تايب عندي هون فبالتالي ما في عنده اي مشكلة. لاحظت انه هون حطيت employee 1 فبالتالي هذا مش هو التايب اللي انا بتعامل معه. النقطة الثانية انه ما في عندي IntelliSense ضمن عندي هون اللي هو الكي، فبالتالي ممكن يحدث فعليا معك مستايبنج وانت بتكتب تنسى حرف، فبالتالي ممكن يؤدي الى يعمل كراش للابليكيشن. يعني لو كان انا عندي هون مثلا employee 1 وعملت رننج للابليكيشن ورحت عندي هون على الهوم على الديتيلز، لاحظت انه راح يعطيني كومبايليشن ايرور، وهذا هو ما يعرف ب اللي هو loosely typed view. تمام، اذا هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم. أتمنى يكون درسنا اليوم واضح وسهل. في الدرس القادم إن شاء الله راح نناقش اللي هو الفيو باك حتى نرسل البيانات للي هو للفيو عن طريق الكنترولر. إذن بتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.